مع تضييق الخناق على تنظيم داعش وخسارته لأهم المناطق التي كان يحتلها في سوريا، خاصة في دير الزور، تزداد الخلافات بين مقاتليه وأمرائه، كما أنه يستخدم المدنيين دروعا بشرية. مراسلتنا رون شيخ التقت عددا من الفارين من دير الزور والبوكمال وأعدت هذا التقرير. يمضي مسرعا إلى خيمته ليخفي وجهه عن الكاميرا قبل أن يحدثنا عن الفظائع التي شهدها أيام حكم داعش، وخوفاً على من تبقى من أهله في مناطق سيطرة التنظيم. إنه نجم من الميادين الذي شهد خلافات داعش الداخلية وامتلاء السجون بعناصره. التجنيد الإجباري طبعاً هو صار نتيجة تسيب آلاف من عناصر الدولة، وكثير منهم كان بالسجون. يعني احنا كنا مسجونين، كان اكثر من 95% من السجناء من عناصر الدوله، لان صار في تكفير، وما تكفير كفروا بعضهم وقاموا على بعضهم، عرفت شلون؟ حتى في جارز قتلوه، يعني صارت في مقاومه وقنابل وكب عليهم حزامين وقتلوه. فصار عنده نقص بالتعداد. المواقع تبعهم كانت مواقع عسكريه او مخازن اسلحه او تصنيع، في تصنيع كله بين الاحياء المدنيه. يعني نحن من فترة واحد من قرايبي كان حاطين مستأجرين مكان ضمن حارة على أساس إنه مواد غذائية معاملين العقد معه، يعني طبعًا يعملوا عقد يعطوه إيجار مثل العادة. ما حسينا إلا دب انفجر المكان، وروح في واحد من قرايبي راحت عينه وإيده، راحت ظل فترة طويلة يتعالج فيه، أكثر من تقريبًا 20-25 واحد اللي قتلوا، في كثير ماتوا يعني، وبعد ما ماتوا طلعت البراءة تبعًا. أنا بعرف واحد آخر شيء بفترة كان مسجون معنا مع القلب، هذا في يعلقوا بالعكس، يربطوه من اجريه بالبلنجو ويعلقوه بالعكس، هو مع جلطه فمات بعد ما طلعوا البراءه تبعه. فيحكوا لنا قال بالسجن اللي يمرض الكذا، قالوا بس تموت دقوا علينا الباب نطلع ندفنكم، غير هيك لا حد يدق علينا الباب. وبعد معاناه ورحله شاقه هاربا من المعارك الدائره مع تنظيم داعش، يتنفس خليل الصعداء ويحاول ترتيب خيمته لينعم بقليل من الأمان بعيدا عن التنظيم، ويحدثنا عن آخر أيام داعش. انهيار غير طبيعي بالنسبة للدواعش، انهيار غير طبيعي، وكانوا ينسحبوا مع الأهالي، وان ترجع الأهالي هم ينسحبوا وراها. مكانات الأمامية ما يخلوا بها كم واحد، بتلاقي بالمكان بالحارة 15 أكثر ما بي. كانت لما من عناصرهم يريدوا الهروب يشغلوا مطور الكهرباء البتر ويحطوا له برميل مازوت ويتركوا الاضويه شغاله والاناره ويهربوا، ويمنع الناس تهرب. هن كانوا يهربوا ويمنعوا الناس من الهروب، كانوا بدهم الناس يحطوها دروع بشريه. التنظيم الذي يلفظ اخر انفاسه يحاول جاهدا تعزيز دفاعاته واستخدام المدنيين كورقه ضغط على القوى التي تحاربه، وخاصة بعد أن خسر أهم المناطق التي كان يسيطر عليها. روناك شيخي لأخبار الآن من ريف دير الزور الشرقي.